لأجل حصار المدنيين في الغوطة الشرقية، لأجل كل مظلوم في كل بقعة أرض من أرض سوريا، قام عدد من الناشطين في ريف حمص الشمالي بوقفة تضامنية، دعوا فيها لكسر حصار الغوطة وتسليط الضوء على حصار المدنيين والجرائم التي يرتكبها النظام الأسدي وحليفه الروسي بحق المدنيين، هذه الوقفة تأكيدا من النشطاء تأكيدا من النشطاء على أن الجرح السوري هو واحد وأن كل المناطق هي واحده في الغوطه الشرقيه وفي ادلب وفي حلب وفي ريف حمص وحمص وكل المناطق